جديد، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشه قناه سامراء الفضائيه. وصلنا لفقره خطار، بخطار اليوم ضيوفنا فريق مميز وشبابي جمع مجموعه من الشباب بافكار وطاقات ابداعيه مختلفه. رح نحكي معهم ونتعرف عليهم بتفاصيل عديده، وايضا كيف بدوا، كيف انطلقوا، كيف جمعوا بعض بطريقه جميله وملفته. رح نتعرف على فريق شله، ورح يكون معنا قائد الفريق يحيى عياش. اهلا وسهلا فيك يحيى، نورتنا لليوم، وايضا اسماء الصابر عضو في الفريق. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. يعني بدايه بدي ابدا معك يحيى، فريق شله متى بدا؟ شو الفكره وشو اللي خطر لكم؟ يعني بس هيك احكي لنا عن بدايه الشعلة الانطلاقه. خلينا نحكي في البدايه. اول شيء شكرا لك استاذ ايات على الاستضافه، وايضا اسره برنامج استراحه الظهيره. بالنسبه لفريق شله الفنون المسرح، هو فريق شبابي فني أدبي بامتياز. جميل. الانطلاقة كانت عام 2016 كفرقة مسرحية في إحدى الجامعات. لكن بما أنه التطور هو سنة الحياة، وأنه إحنا يعني شباب وفينا حماس الشباب، وكيف يعني إحنا بدأنا أصلا كمان كل حدا من تخصص جامعي معين، مش أنه يعني من تخصص واحد أو كذا، ففي أفكار جميل. كثير منوعة، وبالتالي تنوعت المواهب. فأصلا بلشنا إحنا كهواة مسرح، لكن بأشهر بسيطة توسعنا وضمينا مواهب متعددة، من رسم لكتابة فنية، مكياج سينمائي، وغيرها من المواهب. فالفريق لم يعد مقتصرا على مكان معين او موهبه معينه، اصبحنا يعني فريق موسع بشكل عام من 4 سنوات ونص لليوم. جميل جدا صراحه. يعني من 4 سنوات لليوم انتم مستمرين برغم الظروف الصعبه اللي مرت خلال الفترات الماضيه. يعني حابه اعرف منك اسماء، شو هي نشاطاتكم؟ كيف بلشتوا وكيف كانت الانطلاقه؟ يعني ذكر لي يحيى بانه بلشتوا بفرقه مسرحيه اول شيء، بعدين توسعتوا، بعدها كيف صارت النشاطات تجمعوها مع بعض بفريق واحد بخيارات متعدده، او خلينا نحكي باقسام كثير موجوده بهوايات مختلفه؟ تمام. استاذ يحيى عياش حكى انه فعليا هي لها 4 سنوات. الموضوع اللي مثلا لو نيجي نحكي عن جائحه كورونا، فعليا الفريق حتى بهاي الفتره استمر بالالتزام باوامر الدفاع. كان بصراحه لامم او شامل كل المبادرات والافكار الجميله من ناحيه ادبيه ومن ناحيه ترفيهيه للفريق او للأشخاص اللي بتابعوا الفريق. جميل. يعني عملنا عدة نشاطات، منها كانت مبادرات للأطفال بحدائق مثلا بالصلت بعمان وما إلى ذلك. عملنا أمسيات أدبية وشعرية، وفعليا خلينا كمان نحكي إنه كان تقديم الفريق أو الإشي اللي بقدمه للفريق للأعضاء الجدد جدا جذاب. حتى فعليا يلم كمان أعضاء وناس فعليا يستحقوا الانضمام لفريق شلة. رائع جدا صراحة، وقد يعني حلو الروح الشبابية الموجودة عندكم. يعني عم بتنظموا فعاليات أنشطة، مين اللي بيكون مشرف أو حاضر على هذه الفعاليات؟ يعني مثلا هي مخصصة للأطفال، مين اللي بيكونوا مشاركين مساهمين يعني كتطوع؟ خلينا نحكي معكم. سؤال جميل، وصراحة هذا اللي احنا بدنا نحكي فيه، لأنه الفرق كثيرة الحمد لله، والبلد مليان جدا أنشطة شبابية منوعة، أفكار تطوعية كثير صارت كمان. لكن حلو الواحد يكون مميز. احنا حبينا التميز تبعنا بالفريق يكون بالاختصاص. بمعنى ما نكونش في عنا مثلا نعمل أمسية أدبية وما فيش عنا مثلا حدا يتقن اللغة العربية بشكل مثلا جيد، خلينا نحكي أو سليم. ما يكونش نعمل مثلا معرض للرسومات وما يكونش معنا مختصين. فهي كانت احنا يعني لما بدأنا نتوسع كمجموعات، خلينا نحكي كل مجموعة تختص بموهبة معينة، كنا يعني نركز او نهتم دائما انه يكون في ورشة تدريبية مسبقة نشارك فيها، او على الاقل واحد او اثنين او ثلاث من اعضاء الفريق يشاركوا فيها، بحيث كمان يقدروا ينقلوا هذه المعلومات وهي التدريب. جميل. لبقيه الاعضاء مثلا. وهي الورشات والناس مش صعبه يعني. بالفتره الحاليه احنا عدد من الاعضاء مشاركين في ورشات وزاره الثقافه المجانيه لتعليم الموسيقى ومختلف مختلف الالات. فالان لما يتعلم من عندنا اثنين مثلا على الجيتار والاورج وكذا، وبالتالي راح يعلموا البقيه. فالاختصاص كان هو الاساس او الشغل الشاغل لنا قبل
ما اصلا نعمل اي نشاط او اي كذا، وحتى كمان على مستوى الكتابه بانه احنا بفقره خطار ايضا احنا في عندنا شيء اسمه ورشه الكتابه الفنيه، يلتحق فيها الاعضاء الموهوبين في الكتابه او هواه الكتابه. نعم. واسماء واحده منهم طبعا بالضبط، من المتميزات. نعم. فبالتالي لما خلينا نحكي يتخرج عنا عضو الفريق من هاي الورشه ويكون مستواه جدا متقدم، بالتالي اصبحت الفعاليه اذا اي فعاليه نعملها بتكون ناجحه ومميزه ومختلفه لانه فيها تدريب، الموهبه بدون تعليم لا شيء. صح، اكيد طبعا. اكيد بدها صقل، يعني كونك تطرقت لموضوع الكتابه تحديدا، انتم كمان عملتوا كتاب بالفريق بيجمع مجموعه من الاعضاء بكتاباتهم المميزه، احكي لنا يعني اسماء عن هذا الكتاب، واحكي لنا كمان عن انت اهتمامك بجانب الكتابه بالذات يعني. تمام، خليني مثلا احكي لك اول شيء عن الكتاب. الكتاب هو بليغ الاثر، صار في جوله لبليغ الاثر. خليني اخذ الكتاب واعرضه. اها تفضلي. صار في جوله لامسيه او فعاليه بليغ الاثر حولين المملكه الاردنيه الهاشميه، كانت بعمان والسلط وعجلون. تمام. هاي الفعاليه كانت كلياتها فيها نوع من التذوق الادبي فعليا والحس الادبي الجميل والحس باللغه العربيه الرائع. هذا الكتاب فيه عده كتاب، الاستاذ يحيى طبعا اعضاء بالفريق. نعم. الاستاذ يحيى يعني راح يشرح عنه اكثر مني كونه مسؤول عن هاك الاشياء هاي. احكي لنا عن دورك انت بالكتاب طيب اسماء، وايضا اهتمامك بجانب الكتابه. هلا انا بصراحه ما لي دور لانه انا جديد، عضو جديد، يعني ما لي تقريبا غير 7 شهور، فهذا الشيء فعليا يميز فريق شله، انه انت بتفوتي خلال يوم تنجزي باليوم، يعني كانك فايت على فريق من سنة. رائع جدا. تمام. أنا بلشت بالكتابة من تقريبا من عمر 13 سنة. حلو. كانت كتابتي تقتصر فقط على الخواطر. شوي شوي بديت أنمي فيها وأطورها، حتى فعليا يعني بالحظ والصدفة الجميلة رمنا رزقنا بفريق شلة. برضو عن السوشيال ميديا. بلشت انشر كتاباتي على الصفحات اللي خاصه انستغرام وفيسبوك وهيك اشياء يعني. ما شاء الله عليك، نتمنى لك كل التوفيق طبعا اسماء بهذا الموضوع. حابه اعرف منك تفاصيل اعضاء اللي يعني ما بدنا ننساهم، اكيد لهم دور واضح، واكيد يعني لولا يعني المساحه احنا كلهم بنجيبهم اعضاء الفريق عندنا هون بالاستوديو. تفضل. اكيد طبعا هو كتاب بليغ الاثر، طبعا مقتبس من قصيده ايضا موجوده على غلاف الكتاب، لكن قبل كمان ما نحكي ابيات القصيدة أشرح شوي عن الكتاب اللي هو حفل الإشهار راح يكون يعني بعد ساعتين في مسرح مركز السلطة الثقافي بإذن الله تعالى. ألف مبروك إن شاء الله لكم جميعا. الكتاب مشارك فيه 5 من كتاب الفريق، من أمهر كتاب الفريق، هو عبارة عن مجموعة خواطر. الشيء المميز طبعا مليان في المكتبات كتب خواطر وكتب مشتركة إلى ذلك. الشيء المميز هو انه التفاوت، خلينا نحكي الاعمار، تفاوت البيئات بين المشاركين. نعم. يعني عندنا مثلا ناس اعمارهم مثلا 16 17 سنه، عندنا مشاركين اعمارهم 28 29 سنه وما بينهما، وكل حدا من بيئه مختلفه. صح. فتخيل انه لما يكون مثلا عندنا حد مثلا من بيئه خلينا نحكي حضريه، وحد من بيئه ريفيه، وحد اصلا مش من الارض او كذا، بيكتب مثلا عن موضوع معين، سواء عن اي موضوع بشكل عام، فاحنا راح نلاقي انه الموضوع واحد مثلا، فلنفترض انه عن الوطن او عن الام او حتى عن الغربه او اي موضوع كان، الموضوع الواحد لما يحكي فيه اكثر من شخص احنا راح نشوف الموضوع من اكثر من زاويه، مش كلنا مثلا عانى في الغربه نفس مثلا معاناه اي شخص اخر، كل حدا عنده تجربته الخاصه. فهي التجارب تتلخص في بليغ الأثر، وقول الشاعر أيضا: وفرز النفوس كفرز الصخور، ففيها النفيس وفيها الحجر، وبعض الأنام كبعض الشجر، جميل القوام شحيح الثمر، وبعض الوعود كبعض الغيوم، كثير الرعود قليل البطر، وكم من كفيف بصير الفؤاد، وكم من فؤاد كفيف البصر، وخير الكلام قليل الحروف،
كثير القطوف بليغ الأثر. يا سلام، يعطيكم ألف عافية، موفقين صراحة. نعم. احنا فخورين جدا فيكم، مبسوطين فيكم كثير، نتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى عن جد في الأيام الجاية نستقبلكم وتكونوا حققتوا إنجازات أكثر. أكيد ظروف كورونا وقفتكم لفترات طويلة، لكن الأيام القادمة بإذن الله تعالى أجمل. بدي أتمنى لكم أيضا مباركات، يعني نرسل لكم كل برقيات المباركة بإشهار الكتاب، حفله رح يكون اليوم إن شاء الله. كل التوفيق لكم، نورتونا يحيى عياش، وأيضا أسماء الصابر، كل الشكر لحضراتكم، أهلا وسهلا فيكم.